بالخير والسعادة، يحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أتواجد اليوم في دائرة الجنسيات العامة في العاصمة أربيل لكي أسلط الضوء على المهام الضخمة التي تتولاها الضابطات الكرديات هنا. للمزيد أبقوا معي. بالبداية أرحب بكم، أنا هنا برتبة مقدم مسؤولة عن شعبة منع السفر في إدارة الجوازات أربيل. عملي هنا أقوم بتدقيق الأسماء القادمين إلى مديرية الجوازات، وما إذا كانت هنالك أي مشاكل على أسماءهم، وما إذا كان مسموح لهم بالسفر. أنا هنا في هذه الدائرة أقوم بعملي مثلي مثل أي رجل، لأنه عندما كنت في الكلية العسكرية تعلمنا واجبنا بدون أي فرق، إضافة إلى أني ضابطة هنا أقوم بأعمالي المنزلية على أكمل وجه. سرتا بخيرات، أنت عندكم بخير. بالبداية أهلا وسهلا بكم، نحن في مديرية الجنسية والجوازات، لدينا ضابطات نقوم بأعمالنا شأننا شأن أي رجل ذات رتبة نفسها، حيث هنا في المديرية توجد عدد من الخطوات التي نقوم بها قبل إصدار الجواز مثل البصمة ومنع السفر وغيرها من الإجراءات. أنا سعيدة جدا كوني برتبة رائد، هنا الناس ينظرون إلينا بنظرة الاحترام والتقدير الصراحة.